سقوط على الوقت الحان. طيب سأوضحها الآن، سأوضحها الآن. نحن طبعا طلبنا بالترسيم اللغة الأمازيغية. البعض يقول لي عندما ترسم اللغة الأمازيغية ستكون ملزمة لكل الليبيين، لأن اللغة الرسمية تعني أنها لغة الدواوين ولغة المراسلات الإدارية. فالآن مفهوم الترسيم في العالم قد تغير، مفهوم هذا المفهوم الكلاسيكي. في جنوب أفريقيا تدسترت أو رسمت 11 لغة في جنوب أفريقيا، ليست كلها لغة دواوين رغم أنها لغة رسمية، ليست مجرد أنها مدسترة، لغة 11 لغة رسمية. المفهوم الترسيم في الوقت الحاضر تطور وأصبح مفهوم الترسيم هو الحماية القانونية الكاملة للغة من الانقراض والاندثار. نحن لدينا تجربة في الإعلان الدستوري، اللغة الأمازيغية حاليا لغة وطنية، رغم أن من العيب أن تقول لغة وطنية لأنها فعلا ليست لغة مستوردة، فهي لغة وطنية، لغة ليبية. في الإعلان الدستوري لغة وطنية. بناء على هذا النص القانوني في الدستور الليبي أو في الإعلان الدستوري، توجهنا إلى وزارة التعليم، إلى وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وطلبنا ما يترتب على ذلك من حقوق فكرية وثقافية ولغوية. لم نجد أذان صاغية، لأن هذا الدستور، هذا النص هش ولا يخدم مطالبنا. فبالتالي بناء على قامت اللجنة القانونية والسياسية بالمجلس لدراسة الوضع في طيب. في هذا المجال واتفقوا أن لن يكون هناك حماية حقيقية من الزوال للغة الأمازيغية إلا ترسيمها، وتكون هذه اللغة غير ملزمة للليبيين في دواوينهم، غير ملزمة على طبرق أو طيب. لنعود إلى السيد صلاح، اتضحت الصورة فيما يتعلق بدرس طرف اللغة. الآن أنا اتضحت وأعتقد أن ممكن نطرح حل لهذا المشكل. لو قام المجلس الأمازيغي الأعلى بتوضيح هذه الصورة وعرضها في أول اجتماع للجنة الستين، ووافقت لجنة الستين على هذه الصيغة لدسترة اللغة الأمازيغية وعلى قضية الهوية مذكرة مفصلة، هل سيوافق المجلس الأمازيغي على إجراء انتخابات خاصة في المناطق الأمازيغية لتكملة أعضاء لجنة الستين؟ بالتأكيد. إذن أجابت الرجل. طيب ما أعتقد يعني هذا وصلنا إلى حل. طيب يعني هل ربما تشير إلى أشياء أخرى خفية سيد صلاح فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ التخوف طبعا هناك أناس، لنعترف، هناك طيب. أناس لا يريدون أن يتعاملوا مع شيء اسمه أمازيغية وكذا، يعتقدوا أن كلها عرب وأصول، ونتذكروا نحن في القدافي إن الأمازيغ من العرب وإن الكلمة الأمازيغية الفلانية هي أصلها عربي وكذا، خلينا من هذا. نحن نحكو على أن الأمازيغ طرف في هذه الدولة، في هذه البلاد، ويجب أن نعترف بحقوقهم. القصة كيف نتعامل مع هذه الحقوق ونرسمها دستوريا، وأعتقد هذا حل ممكن جدا، اللي هو تقديم مذكرة مفصلة. لكن عدم تقديم هذه المذكرة في يعني ما قبل الانتخابات كيف تفسره؟ يعني هل هناك شيء مخفي؟ هنا السؤال. لا أعتقد أن شيء مخفي، أعتقد ربما، أنا أريد أن أفترض سنية، أعتقد أن ربما الإخوة الأمازيغ، ما هي الفائدة من تقديم شيء مفصل لمؤتمر وطني لا يستطيع أن يصيغ مادة ولا يستطيع أن يعني ربما تقول بأنه تقصير. إذن بعد لا لم نقصر، لم تقدم هذه المذكرة. طيب صراحة ليس هذا العلم، نحن قدمنا مذكرة المؤتمر الوطني عندما عارضوا على هذا الشيء نفس الأفكار التي طرحها السيد صلاح، نفس بدقة، أن اللغة العربية هي لغة رسمية لليبيا، وأن الأمازيغية وأبعاد ترسيم، وأنها لا توتر في المواطن الليبي أي مكون آخر. مثلا ترسيم اللغة الأمازيغية لا يوتر في التابو، لا يوتر في حياة اليومية لشركائنا في الوطن بالكامل. وبالتالي قدمت مذكرة بحوالي 3 صفحات تفصيلية، كل المخاوف أزيلت، حتى وطلبوا منا أن ستكون لافاً في المصطلحات القانونية ولكنها مرفقة مع تعديل الإعلان الدستوري، وبالتالي ليست قانون، هي دستور وتلزم بها لجنة الستين. ووافقنا على ذلك، أن نحن سنوافق ونبصم بالأصابعنا العشرة على هذه المذكرة وتكون ملزمة لنا في لجنة الستين. ولكن وفعلا تطمنت كثير من أعضاء المؤتمر الوطني، وارتفع المؤيدين للاستحقاق الأمازيغي من 10 أو 15 شخص في المؤتمر، صوتوا 103 شخص في إحدى الجلسات، ثم ارتفع إلى 119. ولكن المعارضين، لكن القضية، حتى يعلم الليبيين، القضية ليست قضية حقوقية أو خلاف قانوني. القضية هناك تجاذبات سياسية وعرقية داخل المؤتمر الوطني، هناك فيها حاولت تعطل هذا القرار والكثير من قرارات داخل المؤتمر الوطني. حزب التحالف حزب التحالف ضد الاستحقاق للأمازيغي، مجموعة 94 ضد الاستحقاق للأمازيغي البعض منهم.
فهناك لماذا طيب؟ هل يعني ما تعددت به أن هذا الحزب يضحي بهذه الفئة من الشعب برأيك؟ هذا الحزب في الوقت الحاضر، أنا لست ضد الحزب بالكامل واحترامي لبعضهم وبعض الوطنيين فيهم. الآن لزمة ليبيا بالكامل، هناك خلقوا فزاعة في شارع الليبي أن هناك إخوان، وبالتأكيد هناك إخوان لديهم أهدافهم، لديهم أجندتهم الخاصة، بالتأكيد هذا موجود هذا المشروع. ولكن انظر إلى الإعلام الليبي الآن كيف انقلب بالكامل. طيب. أنت تعلم أن الفساد في ليبيا الآن بالكامل من الحكومة. لنعود إلى موضوع، لو سمحت لي أن نكمل هذه فقط. طيب تفضل. أنت تعلم أن هناك ليبيا الآن تمثل رابع دولة فساد في العالم. الليبيين لا يتحدثون على الحكومة، يتحدثون على المؤتمر رغم أنها جهة تشريعية. صحيح أن هناك تقصير في المؤتمر، ونحن أول من نطالب بإسقاط المؤتمر، ولكن هناك أجندة سياسية لمصالح معينة، تلك الأجندة نفسها التي وقفت ضد الاستحقاق الأمازيغي في المؤتمر حتى يعطل المؤتمر. لنسمع